بموجب الدستور الأمريكي يمكن عزل الرئيس ونائب الرئيس وجميع الموظفين المدنيين في الولايات المتحدة من مناصبهم بسبب الخيانة أو الرشوة أو غيرها من الجرائم والجناح الكبيرة. ولبدء إجراءات الإقالة يقدم أحد أعضاء مجلس النواب مشروع قرار بالعزل، أو يمكن لمجلس النواب بأكمله التصويت لبدء التحقيق بشأن ما إذا كانت هناك أسباب للمساءلة بهدف العزل. المحاكمة البرلمانية تنطلق في مجلس النواب الذي يبدأ المناقشات والتصويت على ما إذا كان سيوجه تهماً للرئيس من خلال التصديق على قرار للمحاكمة البرلمانية، ويجب أن يحصل هذا القرار على أغلبية بسيطة على الأقل في المجلس المكون من 435 عضواً. وإذا ما أقر مجلس النواب قرار المساءلة ينتقل الأمر إلى مجلس الشيوخ، إذ يأخذ أعضاء مجلس النواب دور الإدعاء العام، ويأخذ أعضاء مجلس الشيوخ دور هيئة المحلفين، في حين يشرف كبير قضاة المحكمة العليا على العملية. وعلى مجلس الشيوخ أن يحصل على ثلثي أصوات أعضاء المجلس البالغ عددهم 100 من أجل إدانة الرئيس وعزله من الحكم. تاريخياً لم يحدث أن عزل أي رئيس أمريكي من منصبه نتيجة لمحاكمة برلمانية، فالرئيس الأمريكي السابق ريتشارد نيكسون استقال من منصبه بعد بدء إجراءات محاكمته البرلمانية. أما الرئيسان السابقان أندرو جاكسون وبيل كلينتون فقد حكما برلمانياً من قبل مجلس النواب، لكن لم يدنهما مجلس الشيوخ.